للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من فيينا المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد خطاب العمر. أستاذ محمد مرحبا بكم. بداية يعني بالحديث عن القمة في بولندا لمحاصرة الأنشطة الإيرانية، في أي سياق تضعها؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تحياتي لجنابك الكريم ولجميع المتابعين مشاهدي قناتكم. أهلا بكم. نعم سيدي الفاضل، فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا عن تنظيم قمة في وارسو في منطقة فبراير الرباط القادم. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن القمة تتركز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن ومحاربة المجاميع المسلحة والميليشيات الإرهابية التي تدعمها إيران، وأن إيران لا تمارس نفوذا جاز على الاستقرار أبدا، وأن العالم يعي خطر الإرهاب الإيراني المتمدد في كل أنحاء العالم وليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب. وهذا كله علما أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات والأمن الإيراني. تصرح الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن هذه العقوبات ليست الوحيدة بعد أن تأكد لهم أن إيران تراقب كل ما يحدث من عمليات إرهابية واغتيالات لشخصيات حدثت في الاتحاد الأوروبي. علما أن الاتحاد الأوروبي كان ضد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، لكن في العين الأخيرة غير وجهة نظره ووعي الممارسة المدنية. القمة جاءت بدعوة أمريكية بالتزامن مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده تضاعف جهودها لمحاصرة إيران. برأيك ما الخطوة الأمريكية المقبلة؟ حسب التقارير وممارستنا وتطلعاتنا ومواطنتنا للحدث، أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة وتسعى على سريع المعادلة الكلية في إيران وفي بعض دول الشرق الأوسط. وجميعنا يعلم أن أمريكا والغرب لهم نفس طويل في اتخاذ القرارات عكس نحن العرب، وهذا ما نشاهده في تحركات السياسة الأمريكان في المنطقة، خصوصا وزارة الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية بومبيو وجولاته المفتوحية والزيارات الأخيرة للشرق الأوسط وزيارة الرئيس ترامب للعراق. وهذه الزيارة لدعم جنوده المتواجدين في العراق المجاورين للديرة والسيطرة على الميليشيات المتركزة وتحجيمهم. علي شمخاني يقول إن قمة بولندا المناهضة لإيران مصيرها الفشل، على ماذا تراهن إيران وهي تضع نفسها أمام المجتمع الدولي ككل؟ سيد الفاضل، أن أحلام المسؤولين الإيرانيين كبيرة، فهم يؤمنون أنفسهم بأن سلطتهم ستستمر وسوف تدوم وأن نظامهم لم يسقط، وهذه حقيقة لا أعلم على ماذا يراهن. ولكن بما أن النظام في مرحلة الاختبار فإنهم سيعملون كل شيء من أجل البقاء والانتقام، وممكن أن يحرضوا عملاء التشريع في جميع بقاع العالم من القيام بعمليات إرهابية وبلبلة دولية وخلق الجدران ما خفي منهم، وهذا ما تعود عليه العالم، وعدم الاستقرار وضرب مصالح أمريكية وإسرائيلية وخليجية. من المؤكد أن رب الولايات المتحدة عليهم، هذا ما نؤكده دائما في استطلاعاتنا الأمريكية. مع رفض واشنطن منح إعفاءات أخرى من الحظر المفروض على النفط الإيراني، كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد الإيراني المتدهور أصلا؟ سيد الفاضل، من المؤكد أن رفض الولايات المتحدة منح إيران من الحظر المفروض والعقوبات شمل الاقتصاد الإيراني ويدهر خاصة أن 80% من الاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط. وقد أمهلت أمريكا الدول الثمانية التي تستورد النفط من ضمنها اليابان وكوريا بالاعتماد على النفط الدول الثانوية، وأمهلت حتى آيار القادم لإنهاء عقودها مع إيران وإيجاد نفط بديل عنه. مع ازدياد الخناق على إيران، يعني يا ترى برأيك كيف سيكون ردة الفعل الإيراني؟ سيد
السيد الفاضل، من الطبيعي ان تكون ردات فعل ايرانيه لكل مجريات التي ارتكبها ايران. فايران تراهن على نفوذها وحجمها في الميليشيات التي تسيطر عليها في المنطقه، وسيطرتها التامه على سوريا والعراق ولبنان عن طريق حزب الله، واليمن عن طريق الحوثيين، وفلسطين عن طريق حركه حماس، وسيطرتها على الاحوازيين ودعمها لبعض المتطرفين في البحرين. لكن الإدارة الأمريكية تعلم وتعمل على هذا الخطوط، ونلاحظ دخول إسرائيل في مواجهة إيران، علما أن الشارع الإيراني في حالة استنفار تام، وبدأ الإعلام يلعب دوره الحقيقي لكشف حقيقة هذا النظام وقلب الطاولة أمامه. ونلاحظ الآن الإعلام بدأ يتغير كليا بعد الأحداث التي شهدناها وبعد العقوبات التي أفرضت على إيران. من فين المتخصص بالشأن الإيراني أستاذ محمد خطاب العمر، شكرا جزيلا لك.